الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. المجمع البيئي المستدام لمحطة بيربانك لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه. اجتاحت فكرة الاستدامة عالم الهندسة المعمارية، وأصبحت هذه الفكرة حجر الزاوية في التصاميم المعمارية الحديثة. إلا أن الجديد في مشروع محطة بيربانك أنها محطة لتوليد الكهرباء والماء، وبنفس الوقت مجمع وساحة بيئية مستدامة. ولكن كيف تمكن المعماريون من تحقيق هذا المزيج بنجاح؟ لنتعرف سويا في هذا المقال إلى هذه المنشأة والتحول الكبير الذي طرأ عليها. على الرغم من تزويد منشأة بيربانك لمدينة كاليفورنيا بالطاقة لأكثر من 100 عام، إلا أنها خيبت أمل العاملين والبيئة المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، باتت تكاليف المحافظة على هذه المنشأة مرتفعة نسبيا، مما أدى لزيادة معدلات الضرائب على السكان ونقص المساحات الخضراء والمقومات المطلوبة لاستخدامها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة. بنيت معظم المنشآت في هذا المجمع البالغة مساحته 2.3 هكتار في أربعينيات القرن الماضي، ولم تعد ذات كفاءة عالية للعمل على توليد الكهرباء بسبب إهمال البنى التحتية الخاصة بها، مما أدى للتفكير بإعادة توظيف المنشأة لتحسينها بالإضافة لتقديم بيئة عمل أفضل للعمال. كان التحدي الأكبر بتصميم وبناء مجتمع مستدام في منشأة قيد التشغيل، بالإضافة إلى عدم وجود أي سطوح ترابية لزرعها، حيث إن معظم السطوح هي سطوح قديمة. وفي عام 2011 تحول المجمع غير الصديق للبيئة إلى مجمع أخضر، حيث أصبح أشبه بحديقة تمتد لمساحة 2.3 هكتار مع محطة توليد للكهرباء عاملة ومحاطة بعدة منشآت صناعية أخرى. أنشأ معماريو تنسيق المواقع بالتعاون مع شركة AHEP شارعاً مستداماً، وهو الأطول في جنوب كاليفورنيا، حيث يتم عرض طرائق معالجة مياه الأمطار أثناء المرور منه، بالإضافة للأرضيات المفرغة Permeable Pavers والفلاتر البيولوجية Biofilters ونظم التنقية الزراعية Filtration Planters وخلايا السيلفا Silva Cells، وهي عبارة عن نظام إنشائي يعبأ بالأتربة مما يساعد على نمو الأشجار الضخمة ويعزز ترشيح مياه الأمطار في العواصف للاستفادة منها. كما ساهمت الأسقف الخضراء بالإضافة لأجهزة الإنارة قليلة الاستهلاك للطاقة LED بتوفير آلاف الدولارات سنوياً من تكاليف إنتاج الطاقة في السابق. طبقت المنشأة 5 طرائق مختلفة لتصفية الماء، وهي الترشيح بالتقطير Infiltration، وترشيح بالمرشحات Flow Through، والاحتجاز Detention، وخلايا جذور النبات Tree Root Cells، وجمع مياه الأمطار Rain Water Capture، حيث تعتبر هذه المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في العالم التي تعتمد على المياه المعاد تكريرها بشكل كامل. أكثر الميزات الإبداعية في المشروع هي الباحة المركزية، حيث تلتقي المساحة الخضراء مع المحطة الكهربائية الخارجة عن الخدمة والتي تم جمعها من المهملات الإنشائية، حيث يعمل هذا النظام الإنشائي المعدني القديم كتعريشة عملاقة للنباتات، خالقا تمازجا رائعا بين الحضارة والطبيعة. نلاحظ أيضا في المشروع قناة لتجميع المياه باستخدام النباتات أثناء العواصف، ونافورة تعمل بالطاقة الشمسية، وممرات مشاة مرصوفة، بالإضافة لفرش كامل للموقع من كراس للاستراحة إلى سلات مهملات. يخلق المشروع جوا من الألفة بين عمال المحطة، مقدما مساحات للتجمع والاستراحة، مما يحسن مزاج العمال الذي يؤدي بدوره لتحسين جودة العمل. كما أن إعادة التوظيف المحطة ساهم بخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب المحافظة على الجانب التاريخي لهذه المحطة، حيث حصد المشروع 3 شهادات LEED بلاتينية.